المهم البنات، غادي نبحث لكم ندير بيجيني يكون توضا، وغادي نرجع لكم باش نكتشفوا مع بعضياتنا. تا هي الكوكا ها هي، هانتوما كاين دابا النص بحال دابا مثلا، هادي صفرا، وهادي شويه كحله، هادي كحله بحال حره، ووحده على فيها الالوان. بعد الفيديو الفاضح، الحكم على فتيحة، روتيني اليومي وزوجها، ما هي القصة؟ هيا لنبدأ. قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مارا مساء اليوم الأربعاء بالحبس لمدة سنتين نافذة في حق ما تسمى اليوتيوبر فتيحة وزوجها، اللذان اشتهرا بفيديوهات روتيني اليومي. كما قضت المحكمة في حق الزوجين بغرامة مالية قدرها 500 درهم، ووجهت لفتيحة وزوجها، هذا إذا كنا سنسميه زوجها، تهم تتعلق بنشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياة. سيدة الإخوان كتخر علينا من الآخر. وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة مارا أوقفت بتاريخ 7 أكتوبر الجاري فتيحة وزوجها بعدما تعمد توثيق مشاهد مخلة داخل منزلهم مع نشر وترويج محتويات رقمية ماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب من داخل مرحاض المنزل. الأمر الغريب والعجيب هو أنك تلقى ملايين المشاهدات لهذا المحتوى التافه، بينما القرآن الكريم أو أي شيء يتعلق بالدين أو أي مادة علمية فتراها تحصل على مئات المشاهدات. فالله غالب والسلام. المهم البنات، غادي نبحث لكم ندير بيجيني يكون توضا، وغادي نرجع لكم باش نكتشفوا مع بعضياتنا. تا هي الكوكا ها هي، هانتوما كاين دابا النص بحال دابا مثلا، هادي صفرا، وهادي شويه كحله، هادي كحله بحال حره، ووحده هنا فيها الالوان، هنا فيها الالوان، هادي فيها شويه صفر وشويه بحال مخلطه مع المصاري. مرات شنو هو المشكل؟ حسكم ثلاثة دني، ولكن دابا غادي نوصلها. شتو حاشاكم المهم، راه غادي نقول للطبيب دابا هاد الالوان هادو اصلا ديري الفيديو، زيد تقول هاد الزيت هدا راه دايره خصيصا كندير فيه الجافيل وكنمسح بيه الكلاص ونمسح بيه لي داكشي علاش. غادي شتا غادي نعرف واخا تقوليها ما غاديش. بغيت نوضيها، راني غنحيد بعدا ما كانتي باش ما تفزكش ليا، حيت الما كان ماشي ديال الما، فهمتو؟ المهم هاد الخيار ها هي، ها هي الخيار ما شاء الله عليها، ولكن هاد الخيار مجيبه. المهم انا جبت لها الصينيان عاد غنقطعها اختي نديرها شلاله، وجبت لها الما ديال الوضوء.